ألعاب راح تخليك تشعر بالندم والحزن وإنت مين وهل إحنا وحدنا ولا إيش صاير؟ يعني شغل زعل في زعل الصراحة. الألعاب يعني يفترض إن هي وسيلة ترفيه تساعدنا على تحسين مزاجنا وإنتاج هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة، غير إنه الإحساس إنه اللي ممكن ناخذه إذا صار مثلاً هيد شوت في لعبة أونلاين شوتر، أو إنك مثلاً تهزم بوس في لعبة صعبة مثل إلدن رينج، أو حتى بازل في اللعبة. لكن في بعض الأحيان هذا الإحساس بالفرح الناتج عن الجيمينج ما يكون مباشر، لأن في بعض الألعاب خصوصاً الستوري جيمز تحاول إن تنقل لنا مشاعر سلبية غرضها إن تخلي اليوزر أو البلاير يشعر بالحزن على النحو الإيجابي طبعاً مو السلبي. وبهذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن 4 ألعاب راح تخلينا إنه نشعر بالندم والحزن والزعل يا أخي ليش صار كذا بالضبط؟ اللعبة الأولى معانا هي لعبة يعني ما خلتني أبكي، والله خلتني يعني أرمي البلايستيشن الصراحة. اللعبة الأولى عندنا The Last of Us، شكرا يا عمر، واحدة من أقوى العناوين في تاريخ حصريات سوني. صدر منها جزء الثاني طبعا في عام 2020، وكان الصراحة مثير للجدل وكان عليها بعد آراء متضاربة. لكن الجزء الأول كان فيه قرار مصيري وصعب جدا، يعني مضطرين إن ناخذه وممكن يخليك تشعر بالندم، خصوصا المرحلة الأولى اللي يا أخي ليش كذا. عشان كذا نقدر نتكلم عن هذا القرار بسهولة، وإنه لازم نتحدث عن نهاية اللعبة. إذا ما لعبتها من الآن وقف الفيديو، سوي سكيب في الفيديو كامل، لا تطالع من الآن، قاعد أقول لك إياها لا تطالع الفيديو. القرار إنه في نهاية اللعبة يفاجئ البطل جويل إنه جماعة الفاير فلايز اللي كان يعمل لصالحهم أخذوا إلي، وراح يبدأوا يسوون فيها عملية جراحية لاستخراج الانتيدوت من دمها، بالتالي إنه تلقيح كل المصابين بالمرض اللي فيهم يعني، وإنهاء الجائحة للأبد. ولكن للأسف الشديد مقابل ذلك ستكون حياة إلي نفسها جزء من الكولاترال دامج أو الأثار الجانبية، لأنها ببساطة يعني بتموت بعد العملية. فجويل قرر يعني إنه يترك البشرية مع نفسهم، إنه يصارعون الجائحة هذه بس إنه ينقذ إلي، ولكنها كانت بمثابة بنته مثل ما تعرفون أنتوا بالستوري. فالرجال راح للمستشفى وهرب إلي بعد يعني فيلم أكشن. وفي نهاية اللعبة لما شالها راح تسأله إنه كل شيء على ما يرام، فهو كذب وقال إنه نعم العملية انتهت وكل شيء تمام، ورغم إنه صعوبتها فكر إنه هل بيشعر بالندم، خصوصا إنه أنت كلاعب وجول كان عندكم فرصة إنكم تنقذون العالم. اللعبة الثانية عندنا هي لعبة LA Noir، واحدة من روائع لعبة روكستار، يعني صراحة اللي قدمت لنا رواية بوليسية ممتازة. بطولة المحقق كول فيليبس. اللعبة تعتمد في أسلوبها تناولها للقصة على نظام الجرائم، يعني بدل الشابترز عندنا شيء اسمه كيسز، وكل كيس ببساطة تنتهي لما أنك تقبض على المجرم ويتم إثبات كل الأدلة عليه، وفي النهاية يقدم اعتراف أو كونفيشن أنه هو اللي سوى الجريمة. وفي القضايا الهوموسايد اللي هي القتل مع سبق الإصرار والترصد، تكتشف أنك في كل مرة تقبض على المجرم تتكرر نفس الجريمة مرة أخرى بنفس العلامات والرسائل اللي يتركها القاتل في مسرح الجريمة، وهذا معناه أنك تقبض على أشخاص الأبرياء. هذا الموضوع يتكرر 5 مرات تقريبا، لين أخيرا كول فيليبس يكتشف بداية الخيط اللي راح يوصله للترو ميردرر أو القاتل الحقيقي. ولكن قسم الشرطة يرفض إطلاق سراح المتهمين اللي قبضت عليهم لعدم كفاية الأدلة، وهذا طبعا راح يخليك تشعر بالندم الشديد وتتمنى إنك تسوي ريست للعبة وتغير اختياراتك كاملة وتقول إنه والله لا أجيبك. اللعبة الثالثة معنا هي لعبة بايو شوك، اللعبة الكلاسيكية الغنية عن التعريف طبعا، واللي قدمت عالم يوتوبيا داخل مدينة رابتشر. من الصعب جدا نوضح كيف هاللعبة تخليك تشعر بالندم أو الذنب بدون ما نحرق جزء مهم من اللعبة،
بس بحاول. بايوشوك تعتمد بشكل كبير في أسلوب عرض قصتها على الغموض، وراح تحس أنك ما تفهم وش اللي يصير حوالينك، وحل الوحيد اللي أمامك أنك تفهم أحداث القصة هو أنك تسمع الريكوردينجز أو التسجيلات الصوتية، واللي تعطيك نبذة عن الشخصيات ومدينة رابتشر نفسها، وراح تحس مع الوقت أنك فاهم كل شيء يصير، وعارف أنه أندرو راين اللي قام ببناء المدينة هو الباد جاي ولازم تحاربه، وإن أطلس هو حليفك، وما يبغى غير أنه يساعدك ويجعل منك نسخة أفضل. ولين في النهاية بعد ما أندرو راين يسلم نفسه لك ويأمرك بقتله، تكتشف أنه أندرو راين هو والد بطل اللعبة. إيه نعم، يعني أنك قتلت أبوك يا راعي اليوزر. هذا طبعا مع اعتبار أنه ما كان أب صالح تماما ولا كان يهتم لابنه اللي هو بطل اللعبة، لكن الفعل نفسه يخليك تشعر بالندم، وخصوصا لما تكتشف كمان انه أطلس كان يستغلك ويقلب عليك الطاولة. بعد اللعبة الرابعة والأخيرة معانا، طبعا هذه لازم أقولها، لعبة Red Dead Redemption 2. هذه المرة ما يعني أقول لكم أحداث القصة الرهيبة للعبة هذه، ونكتفي بالتحدث عن تفاصيل بسيطة وكيف ان احد المهمات راح يعني تخليك تقول انه ايه ده، والله ايه ده. خلال احداث القصة في ربعها الاول، راح يطلب منك واحد من افراد العصابة مهتم بالشؤون المالية، يعني نقول مثل موارد البشرية او الـ HR. هذا الشخص اسمه ستراوس، راح يطلب من ارثر اللي هو بطل اللعبة تجميع مبالغ مادية باهظة تحت مسمى اللون شاركينج. فتقولوا لي مثلا بحميد وش معنات اللون شاركينج؟ انا اقول اللون شاركينج زمان او اتوقع للحين شغال، هذا الشيء كان منتشر في الغرب وهذه الفترة بين العصابات، انه يوفرون قروض للناس بغرض مساعدتهم، يعني بزنسز او شيء يعني مبلغ علشان ينشئوا البزنس هذا، بس الانترست او الفوائد اللي عليه عالية جدا، واذا ما تدفع عمر شغل الكليب بس. Really? Certainly, would you? Please, I have a family, sir. Please. فمثل ما انتم شايفين قاعد يكسر كل حاجة، يعني يجوا العصابة يقوموا يكسروا كل شيء، النتيجة ما راح يجب. وهنا كانت مهمة آرثر تجميع المبالغ هذه من الأسر الفقيرة جدا، والأب كان يعاني وقتها من مرض السل، ورغم ذلك لم يرحمهم آرثر للأسف، وأخذ منهم من جد المبلغ المادي. بالله عليك وش حسيت في نفسك لما يعني لكن في الربع الأخير من عمر القصة تكتشف أن الأب مات، والأم صارت تعمل في ملهى ليلي عشان تقدر تطعم ابنها. طبعا لما تكتشف ذلك راح تشعر بالذنب والندم، وترمي البلايستيشن وتكسر. وطبعا آرثر قرر أنه يساعد الأم ويعطيها مبلغ مادي ضخم، وذهب لمخيم العصابة ويطرد ستراوس لأنه هو كان السبب من البداية. كذا جماعة كذا خلصنا أربع ألعاب، خلتني أنا وهشام وعمر سوت فينا كذا حفرة في قلوبنا، يعني ما ليش قلنا أن نشارككم بالشعور هذا. يعطيكم العافية، لا تنسون لايك شير سبسكرايب وجرس التنبيهات عشان يجيكم كل شيء جديد، ونشوفكم الفيديو الجاي.